تداول مغردون في شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر فيه سيارة رينج روفر الجديدة والتي يبلغ سعرها ما يقارب 600 ألف ريال سعودي، وصاحبها يقوم بوضع البرسيم والأغنام داخل السيارة، الأمر الذي واجه استياء من المغردين من جهة، ومن جهة أخرى علق المسؤول في لاند روفر الشرق الأوسط بقوله أن صاحب هذه السيارة لم يحترم تاريخ وقيمة هذه اللاند روفر، واعتقد بأنه يريد أن يكسب الشهرة كما حدث مع مالك سيارة روز رايز، لكن نحن لا نستطيع رفع دعوى قضائية عليه الآن.